جديد مختبر الرازي للتحاليل الطبية بتوفيق من الله تعالى ومواكبة التطور الهائل الحاصل في تقنيات المختبرات الحديثة. تم بعون الله وتوفيقه تركيب جهاز كابيلرز 3 تيرا المورد من الشركة الليبية المتحدة للمعدات الطبية من شركة سيبيا الفرنسية الرائدة في صناعة أجهزة الفصل الكهربائي للبروتينات والهيموغلوبين واختبارات السكر التراكمي. الفحوصات التي يقوم بها الجهاز: فحص البروتين، سيرم بروتين، إلكتروفوريسس، وتشمل ألبومين، ألفا 1، ألفا 2، بيتا 1، بيتا 2، جاما. فحص نوع البروتين المناعي: بروتين أمينو تايبينج، جاما آي جي جي، ألفا آي جي أي، ميو آي جي أم هيفي تشين، كابا أند لامدا فري، أند باوند لايت تشين. فحص السكر التراكمي: HbA1c. فحص CDT Carbohydrate Deficient Transfer وهو اختبار دقيق لفحص الكحول في الدم used as an alcohol biomarker. شكر خاص للمهندس التونسي منتصر حمادي لما بدله من مجهودات بتركيب والتدريب على الجهاز، والمهندسة رضوى الجازوي والأستاذ عبد الفتاح المسلاتي مدير الشركة. مختبر الرازي، الدقة في نتائج التحاليل.